القرن شهدت إجراءات تأمينية مكثفة شارك فيها 5000 ضابط وفرد ومجند من قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة للعمليات الخاصة ومديرية أمن القاهرة وإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، بالإضافة إلى رجال الإدارة العامة للمرور. كاميرا النهار اليوم رصدت ردود فعل المواطنين عقب سماع النطق بالحكم على المتهمين في قضية القرن. والله هو مبارك، يعني أنا فرحان لمبارك، لأن الراجل ده يعني حتى لو كان عمل حاجة وحشة بس هو يعني يستحق البراءة. لا يعني خدم البلد 30 سنة وكان صاحب أول ضربة جوية الناس، وبعدين إحنا شعب مصري يعني طيب بننسى على طول، وكان الشعب المصري كله متعاطف مع مبارك. تحققت عدالة السماء ببراءة الراجل النظيف اللي ظلم كتير وظلموا الشعب المصري، وبرجو الشعب المصري كله يرد له اعتباره بالاعتذار له. يعني الراجل ده ظلم بصراحة، يعني الراجل ده حارب للبلد ووقف مع البلد، كفاية ان هو ما سابش البلد وهرب، وراجل تعب من اجل البلد 30 سنة وهو بيكافح من اجل البلد واتظلم، وده اخر القضاء اداله حقه، يعني ده حقه اكتر من حقه كمان. يعني لازم الناس المتعلمه تدي في الشارع الحكم الثوري غير حكم الجنائي. الجنائي ده قاضي بيحكم الحاجه اللي قدامه، نسيب بقى الكلام والشعارات اللي موجوده، ده قاضي مرتشي، ده نظام لسه موجود، ده الفساد. لا لا لا، هو جنائي لو اي حد قرا الورق حسني مبارك وعلاء وجمال والعدلي كله بريء. ومعنا الان مراسلنا احمد عبد الرازق من التحرير ليرصد لنا اخر تطورات ردود الافعال ومستجدات المشهد بعد الحكم في قضيه القرن. مساء الخير احمد. بالفعل بدأ اليوم في ميدان التحرير بداية اعتيادية، شهد الميدان سيولة مرورية في جميع الشوارع الداخلة والخارجة منه، يضاف إلى ذلك فقط بعض التعزيزات الأمنية. ولكن بعد النطق بالحكم في قضية القرن بنحو نصف ساعة تقريبا بدأ يتوافد إلى الميدان بعض الأشخاص، عدد محدود جدا وقليل من الأشخاص الذين يرفضون الحكم ويهتفون بذلك علنا في الجزيرة أو الصينية الوسطى للميدان. وبعد ذلك أيضا بلحظات ظهر عدد آخر مقارب لهم تقريبا يهتف مؤيدا للحكم. وبعد ذلك بنحو نصف ساعة تقريبا ظهر عدد كبير من أفراد ضباط وجنود وأفراد الشرطة الأمن، تواجدوا في الميدان بشكل مكثف وأعادوا توزيعهم داخل الميدان. وبعد ذلك بنحو ربع ساعة تقريبا عادت المدرعات التي كانت تقف على مداخل ومخارج الميدان التابعة لقوات الحماية المدنية للقوات المسلحة، أعادت تشكيلها من جديد ثم قامت بإغلاق الميدان إغلاقا تاما كما هو ظاهر في الصورة، حتى أنه يبدو في الصورة عدد كبير من رجال الأمن متواجد في الميدان بعد أن اختفت منه السيارات تماما. قاموا بتصفية السيارات الموجودة في الميدان ومن ثم قاموا بإغلاقه. وكما تظهر الصورة هناك مثلا عند مدخل شارع طلعت حرب ومدخل ميدان باب اللوق مدرعات الجيش التي تقوم بإغلاق الميدان من هذه الجهة، ومن الجهة الأخرى من ناحية ميدان عبد المنعم رياض، وأيضا من شارع محمد محمود. تقريبا جميع المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير تم إغلاقها. أيضا أخرج هؤلاء الأشخاص، كل هؤلاء المؤيدون للحكم والرافضون له على السواء، تم إخراجهم من الميدان. نعم، شكرا لأحمد عبد الرازق مراسلنا، كان ينقل لنا المشهد من ميدان التحرير ومن الشوارع المحيطة به، بالإضافة إلى التعزيزات الأمنية. وننتقل الآن إلى همام مجاهد من أمام أكاديمية الشرطة. همام مساء الخير. مساء النور نانسي ومساء النور على السادة المشاهدين. انتهت ميدانيا هذه المحاكمة هنا أمام أكاديمية الشرطة، حيث غادر جميع المتظاهرين الذين كانوا حاضرين هنا أمام أكاديمية الشرطة منذ الصباح. أيضا غادرت قوات الشرطة التي المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة من الخارج التي كانت هنا منذ الصباح الباكر بقوام حوالي 5000 ضابط وجندي، غادروا جميعا من أمام أكاديمية الشرطة. ربما ترين في هذه الصورة فارغة تماما، كانت هذه الصورة في الصباح ممتلئة عن
عن آخرها بضباط وقوات وجنود الشرطة التي تؤمن هذا المكان استعدادا لهذا الحكم التاريخي الذي نطقت به هيئة هذه المحكمة في الجلسة الأخيرة والحكم النهائي في هذه القضية. كان هناك طرفين في هذه القضية خارج قاعة المحكمة وخارج أكاديمية الشرطة. الطرف الأول هم أسر الشهداء الذين ربما أغضبهم الحكم قليلا، لكنهم غادروا سريعا مقر هذه المنطقة ومقر أكاديمية الشرطة، بينما تبقى عدد محدود من أنصار مبارك أو أبناء مبارك، ما يسمون بأبناء مبارك، للاحتفال بهذا البراءة أو بما أسموه براءة مبارك في هذه القضية والتي أقرتها هيئة المحكمة وأيضا رموز النظام السابق. إذن لم يتبقى في هذه القضية سوى جولة أخيرة إذا ما قررت النيابة العامة الطعن على هذه البراءات أمام محكمة النقض. في هذه الحالة سوف تتحول محكمة النقض إذا ما قبلت هذا الطعن سوف تتحول من محكمة قانون إلى محكمة موضوع تنظر في هذه القضية، ومن ثم سوف يكون حكمها بات في هذه القضية. نحن إذن أمام ما زال هناك جولة أخيرة إذا ما قررت النيابة العامة الطعن في هذه البراءات التي أصدرتها هيئة المحكمة اليوم. لكن على كل الأوضاع تبدو هادئة تماما، قوات الأمن أخلت أماكنها التي كانت منذ الصباح بسطت سيطرتها على هذا المكان، أخلت أماكنها في هذه الأثناء أو قبل قليل من أمام أكاديمية الشرطة وغادرت هذه المكان، ولم يتبقى هنا سوى عدد قليل من وسائل الإعلام. شكرا لهمام مجاهد من أمام أكاديمية الشرطة. ومعنا الآن أمل صالح من منطقة المهندسين. أمل مساء الخير، كيف هو الوضع لديك؟ نعم، نحن الآن بميدان مصطفى محمود بالمهندسين. الوضع هادئ حتى الآن، هناك وجود مكثف لقوات الأمن المنتشرة بمحيط الميدان لتأمين احتمالية ظهور بعض التظاهرات المؤيدة أو المعارضة لأحكام القضاء في قضية محاكمة القرض. أيضا قمنا ببعض التساؤل مع المواطنين في الشوارع للاستبيان حول آرائهم في القرار القضاء. انقسمت الآراء وتباينت ما بين مؤيدين ومعارضين لحكم القضاء. البعض أعلن تأييده التام لأحكام القضاء وثقته العمياء الحقيقة في أحكام القضاء المصري، والبعض الآخر أعلن رفضه تماما لحكم القضاء وتحدث عن دماء الشهداء ومن سيأتي بحقوقهم. وعلى الرغم من وجود في المرحلة المقبلة قد تشهد المحاكمة النقض، إلا أنهم أعلنوا رفضهم لهذا النقض. على الصعيد الآخر أيضا تحدثت لنا قوات الأمن أنه على بعد صلاة العصر في ميدان مصطفى محمود قد تشهد بعض التظاهرات المؤيدة لحكم القضاء ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. نعم، لديك أمل تجمعات من قبل يعني بعض الأفراد ربما المؤيدين أو المعارضين، وهل تسير حركة المرور بشكل طبيعي؟ نعم، إلى الآن لا توجد أي تجمعات أو تكتلات سواء كانت مؤيدة أو معارضة بالميدان. حركة المرور سهلة ومتيسرة إلى الآن. قوات الأمن المنتشرة بمحيط الميدان تحاول تيسير حركة المرور قدر المستطاع، وأيضا تيسير حركة المشاة، لأن هناك بعض المواطنين يأتون ويذهبون للسؤال عن قرار المحكمة هل سيحدث نقض أم لا. ولكن إلى الآن تعامل الأمن مع المواطنين في الشارع يسير بهدوء، حركة المرور تسير في تيسر كامل. لا توجد أي تجمعات حتى الآن، ولكن هناك بعض الأقاويل عن اقتراب موعد قدوم المتظاهرين بعد صلاة العصر بميدان مصطفى محمود. نعم، شكرا لأمل صالح، كانت تنقل لنا المشهد مع من منطقة المهندسين. ومعنا الآن على الهاتف داليا أشرف. داليا مساء الخير. داليا، أين موقعك الآن داليا؟ داليا أشرف من أمام مستشفى المعادي، مساء الخير. إذن نكمل ما تبقى من هذه النشرة لحين ورود اتصال داليا أشرف. معنا ثروت شلبي، مساء الخير ثروت. شنور يا ستي. أين موقعك؟ أنا أمام المحكمة. طيب، أنقل لنا آخر تطورات الوضع لديك من أمام المحكمة. الحكم كما توقعنا صباح اليوم قبل بدء الجلسة، قلنا أن هتحكم المحكمة
هناك مؤشرات جدية على البراءة وحدث ما حدث، وانتهت القضية الآن على حكم البراءة لمبارك وأعوانه، ولا النائب العام طبعا على الحكم كما علمنا. فإذا قبلت محكمة النقض الطعن سوف تعيد محاكمتهم مرة أخرى أمام محكمة النقض ذاتها ولا تحيل إلى محكمة الجنايات. المناخ العام كان هادئ جدا في الخارج، بعض كلهم أنصار مبارك، أسر الشهداء اختفوا داخل القاعة وخارج القاعة، لم تحدث أي مشادات بين الجمهور، والمحكمة حذرت المتواجدين من أي رد فعل وهددت بحبس أي أحد إلا بعد انصرافها من داخل القاعة. بعد انصراف القاعة اندفع الجمهور الحاضر جوه القاعة إلى فصل الاتهام لتحية مبارك وأعوانه، واندلف هيئة الدفاع أيضا إلى المنصة لمقابلتهم في الغرف لتهنئتهم، خاصة على رأسهم فريد الديب محامي مبارك و طيب ثروت. حسب آخر المعلومات التي ربما تكون قد وردت إليك، كيف هو الموقف القانوني للمتهمين هذه اللحظة؟ هل سيتم الإفراج عنهم تماما بشكل نهائي أم سيتم انتظار ربما الطعن؟ لا، ليس هناك انتظار للطعن، هناك محامي متهمون وقضي ببراءتهم زي حبيبي العدي، ولكن هو محكوم عليه ومحبوس في عدة قضايا، محكوم عليه في قضايا إدانة زي السخرة، وبيحقق وهو رهن التحقيقات في قضايا أخرى جنائية، هذا لن يفرج عنه، لكن هو قضي ببراءته في هذه القضية بالذات. أما باقي المساعدين الستة فهو كلهم مفرج عنهم وسوف يعودون إلى بيتهم حتى حكم البراءة، ما عدا الرئيس السابق مبارك أيضا سيعود إلى سجن إلى مستشفى العسكري بالقبة وفقا لما رواه محاميه اليوم لاستمرار علاجه، لأنه لا يتمكن أن يقعد في منزله أو في أي سكن آخر ويجب أن يخضع للرعاية. شكرا جزيلا لك ثروت، وننتقل الآن إلى داليا أشرف من أمام مستشفى المعادي. مساء الخير داليا. داليا أشرف، بعد صدور النطق بالحكم بالبراءة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بدأ يتزايد هنا أعداد أنصاره هنا لاستقباله فور وصوله من مقر المحاكمة. وبالفعل عندما وصل هنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قام الأنصار بتحياته، وقام هو أيضا بالرد عليهم بالتحية. هنا يتواجد أعداد يعني حوالي العشرات من أعداد أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك يعني يرددون هتافات مؤيدة له، فرحين ومهللين بحكم البراءة. حتى أنني عندما تحدثت مع يعني مع بعضهم قبل النطق بالحكم كانوا يقولون لي أنهم متأكدون ويتوقعون البراءة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. يقوم الآن الأنصار برفع صور له ولافتات مؤيدة له، أيضا يقومون بالزغاريت والتهليل فرحة. هنا أجواء مليئة بالفرحة للصدور بالحكم للرئيس الأسبق. أيضا يعني تتواجد هنا قوات الأمن من الشرطة تأمينا لهذه التظاهرة المهنئة له، تتواجد نقاط التفتيش والمرور، وذلك لمحاولة تسهيل حركة المرور، لأن العدد عندما زاد ابتدى ذلك يؤثر على حركة المرور، ولكن يعني الآن حركة المرور شبه طبيعية وشبه يسيرة. يعني بشكل عام الأجواء هنا أجواء فرحة وسعادة من أنصار الرئيس الأسبق. داليا، أود أن أسألك، هل أنصار رئيس الأسبق حسني مبارك متوافدون منذ الصباح الباكر أم بدأوا يتوافدون بعد الحكم، وهل أعدادهم في تزايد أم لا؟ يبدو أن الاتصال انقطع مع داليا أشرف، ربما نعود إليها مرة أخرى من أمام مستشفى المعادي تنقل لنا الوضع، ونعود لنرصد الوضع في بقية المحافظات. الآن معنا رحاب السيد من الفيوم. رحاب، كيف ترصدين تفاصيل المشهد في الفيوم وردود الأفعال من قبل المؤيدين أو المعارضين للحكم؟
خاصة الشباب وبعض كبار السن، كانت الآراء تختلف من شخص لآخر، ولكن معظم الشباب كانوا معارضين لبراءة الرئيس المعزول حسني مبارك وأيضا حبيب العدلي، وبعض كبار السن هم من يؤيدون هذا الحكم، مبررين ذلك بكبر كبر سن مبارك، والبعض يقول ان مبارك كان خلال حكمه يعيش حاله من الامان عكس ما يحدث الان في الشارع المصري، ولكن بعض الشباب كانوا يرفضون ذلك، مطالبين بحق الشباب الذين راحوا ضحيه لثوره خلال ثوره يناير. إذا هل نستطيع أن نقول أن الفيوم تشهد الآن تظاهرات معارضة أو ربما تجمعات لمجموعة من الأفراد تعارض الحكم؟ هل أعدادهم ربما تزيد أم يقف الحد عند ذلك؟ الحقيقة حتى الآن لم تخرج أي تظاهرات باستثناء تظاهرات بعض مؤيدين مرسي التي تجوب الآن عدد من مراكز أو قرى محافظة الفيوم اعتراضا على هذا الحكم، ولكن بعض أهالي الفيوم أو مواطني الفيوم حتى الآن لم تخرج أي تظاهرات سواء كانت مؤيدة للحكم أو معارضة من المواطنين بمدينة الفيوم والمدن الأخرى. نعم، شكرا لرحاب السيد، وننتقل الآن إلى محمد عوف من الغربية. محمد، كيف هو الوضع في الغربية؟ أرصد لنا ردود الأفعال المختلفة. يعني الوضع في المحافظة الغربية كما هو الحال أيضا في باقي المحافظات، هناك ردود أفعال متباينة حول الحكم، لكن ردود الأفعال هذه لم تترجم إلى فعاليات. هناك هدوء في المحافظة الغربية سواء ردود أفعال المؤيدة للحكم أو المعارضة، أشير إلى أن غالبية المواطنين في المحافظة الغربية كانوا يتوقعون هذا الحكم، لكن هناك حالة من الحزن تام بين أهالي الشهداء والمصابين في المحافظة، خصوصا أنهم كانوا يتوقعون يعني أحكام يعني تأتي بالقصاص لأقاربهم الذين توفوا أو استشهدوا خلال هذه الأحداث، لكن هذا هو رد فعل لأهالي الشهداء. لكن بشكل عام المقيمين في المحافظة الغربية يتبادلون الحديث حول هذه القضية ما بينهم وما بين يعني مؤيد لهذا القرار، خصوصا ان الرئيس الاسبق يعني قد تقدم به السن، ويعني وبالتالي فان الحكم هو الطبيعي، لكن باي حال هو في المحافظه الغربيه لا توجد فعاليات سواء ايجابيه سواء معارضه للحكم او مؤيده، والامور تسير بشكل عادي في شوارع محافظه الغربيه. نعم، شكرا لمحمد عوف من الغربيه، وننتقل الى محمود جاد الكريم من اسوان. مساء الخير محمود. مساء الخير استاذة نانسي. استاذة نانسي، تباينت ردود افعال المواطنين في اسوان ما بين مؤيد ومعارض لحكم البراءة للرئيس السابق محمد حسني مبارك. المؤيدون اعربوا عن فرحتهم الغامرة بهذه البراءة، وقالوا ان من حق حسني مبارك ان يرفع رأسه عالية بعد هذا الحكم، بل وطلبوا ان يتقدم بدعوى التعويض عن السنوات التي قضاها وراء القضبان. استاذة نانسي، اما المعارضون فقد استنكروا حكم البراءة معللين على ذلك بأن الرئيس السابق اشترك في قتل المتظاهرين وقام بتهريب أموال الشعب في عدد من البنوك العالمية ومنها البنوك في سويسرا، بل وطلبوا النيابة أن تطعن على هذا الحكم بقولهم أن من اقترف جريمة وإثم في حق الوطن وأبنائه فلا بد أن ينال عقابه وجزاؤه العادل. أستاذ نانسي، هناك استياء عام لأهالي الشهداء في أسوان على هذا الحكم، وهم يتمنون الطعن عليه في القريب العاجل. نعم، شكرا لمحمود جاد الكريم من أسوان، نقل لنا تفاصيل المشهد وردود الأفعال المتباينة حول الحكم في قضية القرن. الآن معنا دكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الدستوري. مساء الخير دكتور. أنا أستاذ القانون الجنائي مبدئيا. مساء الخير دكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي عفوا. نود طبعا أن نسأل حول طعن النائب العام في جنايتي قصر النيل، كيف يمكن أن يكون مردود هذا الطعن على المتهمين؟ لا، يعني من حق النيابة العامة أن تطعن على كافة الأحكام الصادرة بالإدانة، وهذا الطعن ينظر من محكمة النقض، يعني إما بنقض الحكم أو برفض الطعن، وفي هذه الحالة يصبح الحكم باتا.
لكن المتهمين بيعتبروا أبرياء منذ لحظة صدور حكم محكمة الجنايات، لأن هذا الحكم يكون نهائيا، يعني يتمتعون بالبراءة إلى أن يقضى نهائيا من محكمة النقض، خصوصا أن محكمة النقض لا تنظر إلا في عيوب الحكم، إذا كان الحكم معيبا أو ليس معيبا. إذا قضت النقض فإنها تحدد في هذه المرة، تحدد جلسة للمحاكمة في الموضوع أمامها، ولا تعيد القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات. طيب دكتور، متى يصدر هذا النقد؟ لا يعني هو لسه احنا لا نعرف اذا كانت النيابة العامة ستطعن او لن تطعن. ربما لن تطعن. لا يعني ليس بالضرورة، لانه ما صدر عن النائب العام هو دراسة الحكم واسبابه. وليتبين اذا كان هناك عيب في الحكم، لانه لا يطعن الا لعيوب معينه في الحكم. نعم. اذا تبين له ان هناك عيوب في الحكم فبيطعن وبيحدد الاسباب، لان الطعن بالنقض لا يكون الا لاسباب محدده. نعم. على سبيل الحصر، اذا كانت هذه الاسباب موجوده او غير موجوده، واللي صدر عن النائب العام هو دراسه لاسباب الحكم للنظر في الطعن من عدمه. طيب اذا ما قامت النيابه بالطعن دكتور، ما هي مده هذا الطعن؟ لا دي بتتحدد حسب محكمة النقض والقضايا المنظورة أمامها، وجرت العادة على أن في مثل هذه القضايا الهامة بيستغرق الوقت ما بين 6 أشهر وسنة، يعني ممكن يأخذ وقت من هذا القبيل يعني، لكن ليس وقتا محددا. نعم، شكرا للدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي. ومعنا الآن من اسكندرية بسمة محمد. بسمة مساء الخير، انقلي لنا الوضع في اسكندرية. مساء النور، الوضع الآن أمام محكمة الابتدائية بميدان المنشية على البحر، الوضع الآن في تكثف أمني بشكل كبير حوالين مبنى المحكمة والميدان لتأمينه بعد حدوث انفجار القنبلة الصوتية صباح اليوم، التي لم تسفر عن أي إصابات وإنما هي قنبلة صوتية فقط. قامت قوات الأمن بتمشيط المحكمة وإخلائها تحسبا لوجود أي أجسام مشتبه فيها، وبالفعل تم وجود، يعني لاحظوا أن في جسم غريب داخل المحكمة، هذا غير القنبلة الصوتية التي انفجرت في الصباح، وتم التعامل معها وإبطالها، لم تحدث أي إصابات أو أي تلفيات داخل المحكمة. طيب فيما يتعلق بردود أفعال المواطنين حول الحكم اليوم، كيف رصدتها لديك؟ تبينت ردود أفعال منهم من قوبل الحكم بالبراءة بالترحاب، نظرا لي يعني قالوا أنه نظرا لعشرة 30 سنة حكم قوبل بالترحاب، ومنهم من يعني إلى الآن في أنباء وردت إلينا على تجمع من أنصار الجماعة الإخوان اللي هم الرافضين لحكم البراءة في ميدان المنشية، نحن في انتظار هذه التجمعات. وبالفعل ظهر شخص معه لافتة بتندد بحكم، يعني رافضة لحكم البراءة، وتم التعامل معها من قبل قوات الأمن، قاموا بتفتيشه وقاموا بسحبه. طيب المناخ العام بشكل عام، حركة المرور تسير بشكل طبيعي، لا يوجد تجمعات هنا أو هناك؟ كما ذكرت يعني وردت إلينا أنباء بتجمع بميدان المنشية، وإلى الآن لم يتم التجمع. حركة المرور هي بس فقط في ميدان المنشية، نظرا لتكثف الأمن يعني ممكن نقول أنه يعني مش بتسير بسيولة، انما في جميع المحافظه الحركه طبيعيه جدا. نعم، شكرا لبسمه محمود، كانت معنا تنقل لنا تطورات وردود الافعال حول الحكم في قضيه القرن من الاسكندريه. ومعنا الان احمد البدري من الاقصر. احمد مساء الخير، تفضل. في محافظه الاقصر بين القبول والرفض، لكن الشريحة الأكبر من أهالي الأقصر رحبوا بالحكم ورأوا أنه يعبر عن استقرار للأوضاع في البلاد، الأوضاع الاقتصادية يعنون بها، وأن هناك مستثمرون من الذين أخذوا حكما بالبراءة فهم أخذوا حكما بالبراءة فيخرجون من السجن ويستثمرون أموالهم في مصر، و
هذا سوف يوفر مليارات الجنيهات بدلا من البحث عن مستثمرين جدد. وهناك آراء أخرى تقول أنه لابد من معاقبته وأن الحكم جائر لأنه صادف في عهده وجود فساد وظلم وغير ذلك، ولكن الأوضاع في الشارع الأقصري مستقرة وهدوء ولا يوجد أي تجمعات والحالة المرورية والأمنية مستقرة تماما، والحكم بيواجه رفضا وقبولا من قبل الأهالي في الحديث فيما بينهم فقط. نعم، شكرا لك أحمد البدري، نقل لنا الوضع من الأقصر. ومعنا الآن لولا عطا من أسيوط لتنقل لنا المشهد من هناك. لولا مساء الخير. مساء الخير. في أسيوط هنا ردود فعل واسعة بعد صدور حكم براءة مبارك ومساعديه، حيث تبينت هذه الردود ما بين حالة استياء وغضب من الحكم، وخاصة هذا رد الفعل من شباب الثورة خاصة وشباب القوى السياسية في المحافظة، الذين اعتبروا أن صدور أحكام البراءة اليوم هي بمثابة نكسة جديدة لثورة 25 يناير، وأن هذا الحكم كتب شهادة وفاة لثورتهم، بينما لم يعلق البعض الآخر على هذه الأحكام واعتبروها أنها كانت متوقعة، خاصة وأن القضاء حكم بالأوراق والأدلة التي تم جمعها، وأن من قام بجمع هذه الأدلة هم من طمسوا أدلتها، بينما البعض الآخر أبدى فرحته بهذا الحكم معتبرا أن مبارك رئيس جمهورية وأنه بطل من أبطال الحرب والسلام وأنه قدم على مدى 30 سنة خدمات جليلة لمصر. هذا من ناحية، أما من ناحية الإجراءات الأمنية فهناك تكثيفات أمنية شديدة حول جامعة أسيوط خوفا من خروج أي تظاهرات من طلب احتفال للاعتراض على هذه الأحكام. نعم، شكرا لك يا لولا عطا، نقلت لنا الوضع.